جروبس السوشيال ميديا اللي بتناقش مشاكل وخصوصيات الحياة الزوجية، وبيتم طرح الإجابات من ناس مش متخصصين. بعضنا ممكن يقبل الفكرة ويقول أنا باخد نصايح وكأنهم أصحابي، دايرة كبيرة جدا من الناس اللي بتفتي في مشكلتي وأنا قابل. سؤالنا للدكتورة غادة والدكتور محمد، تأثير أن أنا أولا أتعرض كتير جدا لأن أنا أقرأ مشاكل ناس تانيين ما يخصونيش، إيه عليا على حياتي الخاصة وعلى علاقتي ببيتي وجوزي، هل ده فعلا ممكن يعمل تأثير ولا أنا ممكن يبقى عندي مناعة أن أنا بشوف مشاكل الناس من بعيد؟ هي بتبقى نظرة سوداوية عن الحياة الزوجية سواء متجوزة أو لسه هتتجوز. فهي يعني أب فرونت أنا شايفة الجواز ده فكرة فاشلة، هيحصل فيه يا كذا. دي أول حاجة. تاني حاجة المقارنات، لو واحدة مش سعيدة في حياتها وشايف ان جوزها بيسيء معاملتها او امكانياته على قده او في ناس بتتظاهر بالسعادة المثالية اللي هي مش موجودة على وجه الارض. ده حقيقي. ففي ناس بتبدأ تقارن نفسها فبيجي لها احباطات، غير بقى اللي هي لسه هتتجوز فهي شايفة انها دخلة متحفزة لجوزها، ما هيظهر منه يا كذا. أيوة. وهيتغير بعد الجواز هيبقى كذا. فهي ردود أفعالها في التعامل معاه مش عشان ردود أفعاله، عشان الخبرة هي اللي هي واخداها. هي تخيلت بقى السيناريو من حاجة بسيطة ما تكونش أصلا مشكلة. بالضبط كده.